شعب صابر، شعب قادر، شعب هادر، شعب حب وهدى حبيبته بأجمل ما فيه، ورغم الانكسارات حافظ على جمر الثورة جوه قلبه، وقوده شباب قدم عمره هدية للعروسة. ده هي جميلة الجميلات. يا دي الميدان. جندي، جندي كان عايز ايه؟ شاب حقق في سنين عمره القصيرة اللي محققوش غيره في سنين طوال. محمد الجندي ابن طنطا لف العالم، رجي عشان يتقتل في بلده. ليه؟ يا ترى كنت عايز ايه يا محمد؟ حد مخلص، كان عنده موهبة في التأثير في من حوله. أعرف محمد من قبل ما أشوفه. كنت في حملة دكتور محمد بيومي، حملة انتخابية بتاعت مجد الشعب، وإحنا بادئين من زمان، يعني أنا من أوائل الناس اللي ابتدوا الحملة معي. جي في آخر 4 أيام كده أسمع جندي، جندي شغلوش زي جندي ليه يعني. كان ضمن 500 اسم متسجلين على النت للدخول حملة البرادعي، فكلمته في التليفون استاذ محمد الجندي، قال لي ايوه. قلت له انا اسمي ولاء عبد الهادي، منسق اعلامي لحملة البرادعي في الغربيه. فضحك قال لي هي الحمله بتجيب اصوات حلوه كده. محمد كان بالنسبه لي مش مجرد ابن عمتي، محمد كان صاحبي قبل ما يكون ابن عمتي كمان. محمد هو ابني البكري وهو وحيدي، ما عنديش ولاد تانية غيره. ومحمد كان انسان جميل من جوه كإنسان، فكان بينعكس ده على تصرفاته. محمد كان من النوع الهادي جدا. كان آخر لقاء بيني وبين محمد الجندي كان في ذكرى المولد النبوي الشريف، كان داخل مع علبة حلويات كده، وكان بيمر على الغرف بيوزع حلويات. هو شاب طيب، طيب جدا، خلوق، طموح، كان بيحلم للبلد دي بحاجات كتير قوي وكان نفسه يحققها. محمد انا يعني بقول عليه ان هو حد استثنائي دخل حياتي فجأة، ووصلنا المرحلة مع بعض كأن احنا نعرف بعض بقالنا مثلا من 20-30 سنة واحنا اصحاب. محمد كان رجل حد طاهر جدا، نقي جدا، ابيض جدا، حتى في اتفاقه وخلافه مع اي حد. لمست فيه طيبة الاطفال اللي احنا بنبقى بنتمناها، ووجود جزء من الانسانية تقريبا شبه نادر اليومين دول. محمد كان بيتعامل مع كل البني ادمين اللي كان يعرفهم او ما يعرفهمش بمنطق واحد، ومنطق الانسان. معاملتي معاه في الشغل مش كتيره، بس كان من اكتر الناس اللي بحبها في المقر ده. انبل وانقى شباب الصوه اللي واحد عرفهم في حياته. هو علموني اللغه وفهم في لغاك، لفت بلاد الله وارتحت في سماك. وعلموني اللغة وفهم في لغاك، لفت بلاد تحت في سماك. قل لي يا حمام ما عششتش ليه؟ فضلت طاير وحاير من سما لسما، سلاحك البسمة وزادك وآخرها
كان مرشد سياحي ناجح، بيجيد 3 لغات، لف العالم كله تقريبا ما عدا 5 دول. محمد كان مخلص للفكر، مخلص للفكرة نفسها، ونشيط جدا بيشتغل، يعني تحس انه 2 في 1 بيشتغل. كان بينزل وقفات، يعني كان اياميها ما كانش مثلا في اسكندرية او كده، بس كان بينزل وقفات وبيعمل بينظم سلاسل، و ايام احداث خالد سعيد كلها كان مشارك فيها تقريبا. يعني محمد دخل الكلوز فريندس عندي من قبل ما يتوفى ب4 شهور، للاسف ان انا ما عملتش ده قبل كده يعني، ولسه في كلوز فريندس لحد دلوقتي على الفيس. لسه فاكره اخر مره شفته فيها كان يوم 11 يناير السنه اللي فاتت قبل ما يختفي بحوالي 15 يوم. كنت في القاهره كالعاده، وانا بالنسبه لي القاهره يعني محمد الجندي، يعني انزل القاهره لازم اتصل بيه ولازم اقول له ان انا موجوده وتعالى عزمني في اماكن بتحب نروحها سوا. كان بيحب حاجات كتيره قوي يا بنتي، يعني كان ممكن يعمل 5 شغلات في وقت واحد، ودي حاجه انا كنت بستغرب لها. كان بيحب بلدنا، بيحب التاريخ المصري، بيحب الآثار. شاب ثوري نقي، وكان دايما في وسط الأحداث، ودايما مش ظاهر، يعني دايما مؤثر وفعال وفي الأرض وفي الميدان وفي الاعتصام، لكن مش دايما هو اللي عاوز يبقى في الواجهة. يعني لما نزل ميدان التحرير عشان يجيب حق الناس، ما كانش نازل عشان نفسه. في قعدة مع محمد كنت بقول له، هو يا محمد انت ليه انت لفيت دول العالم كلها، ليه ما تسافرش في اي دولة تانية، انت ليك يعني تقدر تشتغل فيها بدل الاوضاع الصعبة اللي احنا فيها. قال لي انا معايا فيزا لاكتر من دولة، بس انا مش هسيب بلدي غير لما اشوفها احسن من الدول اللي بره دي. يعني انت في ايديك انك تعيش بره، فعيش بره. لا، وسيب مصر لمين؟ سيبكوا لمين؟ انا مرتبط جدا ببلدي وباهلي وبصحابي. انت ليه مش روح سافر، روح سافر بلدي مفيش منها امل، يعني سافر انت. انا عارفه انه ما كان معايا ممكن يروح امريكا في اي وقت، وكان معايا فيزا مفتوحه ممكن يروح يعيش هناك. كان يقول لي انا لو رحت وانت روحتي ومش هينفع. محمد من الناس اللي سافرت بره كتير، ومحمد لما طلع بره شاف يعني ايه ان البني ادم يعيش في بلده محترم، وهي دي كانت أزمة محمد مع مصر تحديدا. محمد ما كانش عنده أزمات اقتصادية ولا عنده إن هو مش شغال. محمد كان شغال في شركة سياحة، وبعدين بدأ يعمل شغله الخاص في مجال السياحة، فتح سبا في اسكندرية خاص بيه وكان شغال كويس. كان الأول على الغربية في الابتدائي، كان من أوائل برضه في الإعدادية، حتى في الثانوية العامة. كان بني آدم طيب جدا، ممكن نقول عليه زي اليمامة كده. كان شديد الإخلاص وشديد يعني الحب للكل، وكان شديد كمان الحماس لأنه البلد دي تطلع لقدام، لأن البلد دي تخلص من الكوابيس اللي عمالة تيجي على قلبها وصدور ناسها. يمكن محمد كان بالنسبة لي زي طيف، الطيف اللي انت بتعرفه وبيمشي بسرعة جدا، وبيسيب أثر إنساني مش قادر يعني إيه تنساه. بقول لك كان شعلة، ما تحسيش إن هو إنسان طبيعي قدامك. لما نزلت الأرض ما لقيت مكان ليا، ظلم الفجارة اتمد وفتشوا النية. لما نزلت الأرض ما لقيت مكان ليا، ظلم الفجارة اتمد وفتشوا النية. ابن عمرها، إزيس المصرية، ابن الفطرة البسيطة، مر على الدنيا زي نسمة، زي بسمة، وكأنه كان لازم يبقى محمد الجندي. قبل ما يموت تقريبا بيوم،
فرحت له جنب الكمبيوتر وعيطت، قلت له انت ناقصك ايه؟ الشقه موجوده، الشبكه موجوده، البدله اللي هتروح تقرا بيها فتحتك موجوده، وانا ما هدي لك مبلغ كبير. وهو كان عامل مشروع، على فكره انا كنت عامله له مشروع تجاري قصاد نادي سموحه في اسكندريه. انا جت فتره ان انا ما كنتش شغال، فاللي كان بيدور على الشغل كان محمد، واللي كان مهتم بفكره ان انا لازم الاقي شغل ولازم يبقى ليا حاجه تانية غير الشغل في السياسه والكلام ده، كان محمد هو اللي كان بيجيب لي الشغل ويقول لي ودي ويخليني اروح اعمل انترفيوهات، وهو اللي يتابع معايا اكتر ما كنت انا مهتم بده شخصيا. يعني انت عارفه ام لما بيبقى عندها واحد يا بنتي تبقى عايزه تسترضاه تراضيه، وانا كنت بعمل كده معاه. لكن هو كان في عايز الاول مصر، وبعدين بعد كده لما مصر تستقر انا هستقر. رفض محمد الجندي للظلم اللي ابتدى معاه من يوم طفولته، كبر وفضل يكبر اكتر جواه يوم بعد يوم، وحلمه بالحريه ظهر وفرع يوم 25 يناير، لقى نفسه بترمي في حضن الناس. بدأ حلم الطيار الشعبي، وبدأنا نشتغل مع بعض في طنطا على تكوين الطيار الشعبي، لحد ما جينا القاهرة هنا وطلعنا مركزية الطيار. قبل حمدين صباحي في اسكندرية وأعجب بأفكاره، وقال يا ماما احنا هنعمل حاجة اسمها التنظيم الطيار الشعبي. قلت له ايه اهدافه؟ انا كنت احب اتحاور معاه يعني. ايه اهدافه؟ قال لي انت مش بتحبي عبد الناصر وبتحبي ايام زمان؟ قلت له اه. قال لي اهدافه بقى هترجعك لايام زمان دي. بدا يبقى في تواصل بشكل مستمر بيني وبين محمد ولجنة التنظيم ككل. قربت منه وقرب مني بحكم ان انا موجود هنا في الفتره دي كنت مسؤول لجنه اتصال، فكان في تعاون مشترك بيني دايما انا وهو. بالمناسبه محمد في يوم المظاهره الاولى قدام الاتحاديه اللي عملناها بعد الاعلان الدستوري، وكانت مفاجاه يعني للكثيرين انه في ملايين نزلت في هذا اليوم، محمد كان صاحب الفضل في انه العربيه اللي كان عليها الميكروفون تقدر توصل، لان هو العربيه دي كان هو موجود هو وصديقنا فادي اسكندر وصديقنا محمد عبد العزيز عليها، وفادي ومحمد ما يعرفوش مداخل مصر الجديدة، وهم كانوا جايين متأخر بحكم زحمة الطريق. اللي عارف يخلي العربية توصل رغم هذا الزحام الواسع محمد من خلال تخريمات، كان تخريم عملها جوه مصر الجديدة. ما طلبتش منه قوي غير في اعتصام الإعلان الدستوري اللي كان في ميدان التحرير. محمد كان مسؤول الاعتصام وكنت بساعده ساعات كتير في موضوع الأعاشة وإن احنا نساعد الناس في الخيام والبطاطين والحاجات اللي بنخلي المسؤولية الاعتصام يعني. محمد ما كانش ولا مرة ياكل غير لما يوزع العيشة بتاعة الشباب كلها، وحتى لو فضل له حاجة بسيطة كنت اقعد اقول له محمد شيل اكل ليك، محمد شيل اكل ليك، يقول لي مش مشكلة اهم حاجة الناس تاكل. كان حصلت مشادة ما بيني وما بينه بسبب ان هو انا كنت بحاول اوفر له لو هو محتاج في الاعتصام بطاطين، محتاج اكل، حاجات من هذا القبيل. فهو اتصل بيا في يوم قال لي انا محتاج بطاطين، قلت له العدد قد ايه؟ فقال لي العدد، فانا جبتهم له. تاني يوم اتصل بيا قال لي انا محتاج بطاطين، قلت له ليه يا محمد انا مش لسه جايب امبارح؟ قال لي لا حرام، الدنيا برد والناس بطانية واحدة مش كفاية. فروحت جبت له بطاطين. بعديها بيومين لقيته بيتصل بيا تاني قال لي محمد انا عايز اقول لك على حاجه. قلت له ايه؟ قال لي انا محتاج بطاطين تاني. قلت له ليه يا محمد؟ قال لي اصل بطانيتين مش كفايه، الناس محتاجه بطانيه تتفرش تحتيها لان الدنيا بتبقى برد جدا بالليل. فقلت له طبعا شدينا مع بعض شويه في الكلام، قلت له الناس جايه تصوم ولا جايه تدلع او او او؟ قال لي اهم حاجه ان الناس لازم تبقى مستريحه وهي قاعده. المهم انا اتصرفت في البطاطين وجبتها له. فجيت بعديها بيوم تاني، اليوم ده كان الصبح كان في ضرب غاز كتير جدا عند في المنطقه بتاعت عمر مكرم مكان الخيام بتاعتنا. محمد كان نايم جوه الخيمه، ففي قنبله دخلت جوه الخيمه وهو نايم، فخد الغاز كله، خد الغاز كله وهو كان نايم يعني. هو صحوه قالوا له ده في قنبله جوه الخيمه، هو ما كانش حاسس من التعب
فكان نايم. المهم فاليوم ده محمد انا ما اعرفش كل اللي حصل ده، فهو كلمني اخر النهار بيقول لي تعالى اقعد مكاني علشان انا عايز اسافر طنطا لان انا تعبان جدا. قلت له طيب يا محمد انا في الشغل، هخلص شغل واجي لك. فروحت لمحمد، كانت الساعة حوالي 9-10، لقيت محمد نايم جوه خيمة صغيرة متغطي بطانية واحدة، كان نايم على الارض، يعني ما كانش في حاجة اصلا تحتيه، كان نايم على الارض وحواليه، يعني هي الخيمة مساحت، يعني الخيمة متخدش بني ادم اصلا، وكان حواليه اكل، الاكل بتاع الناس، وهو نايم في وسط الاكل ومتغطي ببطانية واحدة. فبقول له يا محمد يعني انت تعبان وفي بطاطين، والمفروض ان انت قايل لي احنا كويس كل واحد بطانيتين وبطانيه تحت. قال لي ما هو مش مهم. قلت له ما خدتش ليه بطاطين طيب اتغطيت؟ قال لي لا ما هوش مهم، انا المهم الناس. هندور فين؟ هنروح لمين؟ الاسم ده؟ المستشفى دي؟ معسكر الجبل الاحمر؟ مستشفى الهلال؟ العنايه المركزه؟ سبعة وعشرين يناير احنا كنا مع بعض في الميدان معظم اليوم. انا كنت المفروض ان انا موجود هنا في الطيار كغرفة عمليات متابعة 25 واحداثه وفعالياته على مستوى الجمهورية، وهو كان من الناس الميدانيين اللي بيشتغلوا في المسيرات واللي بيشتغلوا في الحاجات اللي احنا بنعملها في الشارع. المفروض ان هو كان يرجع على السكن بتاعه، ما رجعش. فالحد ما وصلت طنطا كانت حوالي الساعة 3-4 العصر، كان محمد لسه تليفونه مقفول. فبدأت أكلم الناس، بدأت أتصل بزمايلنا هنا في القاهرة، حد في أخبار عن محمد، فقالوا محمد المفروض إن هو قال إنه هيبقى موجود في المسيرة اللي هتبقى طالعة من السيدة زينب رايحة لمجلس الشورى يوم 28 يناير 2013. اتحركنا بالمسيرة من ميدان التحرير من عند تمثال عمر مكرم لحد مجلس الشورى. دخلنا في الشوارع الجانبية لغاية ما وصلنا لمجلس الشورى، ومجرد ما وصلنا لمجلس الشورى اتضرب علينا خرطوش. بدأت بقى رحلة البحث عن محمد الجندي في محيط ميدان التحرير، آخر مكان عمل تليفون منه. يعني أول ما نزلت القاهرة عديت على المستشفى الهلال، سألت فقالوا لي إنه مش موجود. في معسكر الجبل الأحمر لقيت أهالي كتير قاعدين قدام المعسكر برضو زينا زي حالتنا كده، بيدوروا على ناس تبعهم. ابتديت اسال عن محمد زي كل مره، ومتوقع الجواب مش موجود. وقفنا على البوابه، العسكري هناك معاه كشف باسامي الناس اللي جوه المقبوض عليهم، فدورنا في الكشف فما لقيناش اسم محمد موجود. كان عندي احساس كده ان محمد موجود جوه في المكان ده بالذات، المكان ده الوحيد اللي حسيت ان محمد جوه بيقول لي الحقني. فبدانا نتكلم مع العساكر والامنا اللي موجودين من الناحيه الانسانيه، امه هيحصل لها حاجه يعني، طب طمنونا بس قولوا لنا ان هو جوه. فلقينا واحد منهم بيقول والله هو احنا في ناس عندنا لسه ما تسجلتش. انا اديت 10 جنيه كده لاحد العساكر الموجودين وقلت له ادخل دور على محمد. العسكري للاسف دخل وما خرجش خالص. في الوقت ده طلع مجموعه من المفرج عنهم، فاحنا بشكل تلقائي جدا جرينا عليهم، يا جماعة الصورة دي صاحبها موجود جوه، الصورة دي صاحبها موجود جوه. فتقريبا من 5-6 بني ادمين من اللي كانوا مقبوض عليهم، اللي قال اه واللي قال لا، لحد ما في 2 زعقوا فيهم وقالوا لهم انتوا بتكذبوا ليه؟ اه الراجل ده موجود جوه، دماغه مفتوحة، كل شوية العساكر تدخل تاخده يعملوا عليه حفلة بره ويرجعوه مغمى عليه او فاقد الوعي. واللي اكد لنا ان هو محمد انه واحد منهم قال اه ده حتى معاه نظاره بس مكسوره، هو لابس نظاره بس النظاره بتاعته مكسوره. وواحد منهم قال الحقوه عشان الواد ده بيموت جوه. قتلوني قتلوني ولسه النبض يصرخ يصرخ يا حرية يصرخ يا حرية يصرخ يا حرية. مات الجدع، مات الجدع من شدة التعذيب، مات الوليد
رافض الترهيب. لما جينا نستفسر عن الحالة قالوا حادثة سيارة، بس الحقيقة دخلت المستشفى الساعة 4:30 العصر تقريبا. في الأول أول ما دخلت بقول لهم محمد، فقالوا لي نبيل الجندي موجود فوق في العناية مركزة الدور الثاني. كنت في حالة ربنا ما يوريها لأي إنسان يا رب، كنت في حالة انعدام وزن وعقل وجسد وكل شيء، كنت لا أتذكر إلا أني في حضرة ربي وأنا قاعدة جنبي. وانا الحقيقه انا رحت اول يوم لما عرفنا انه محمد موجود لم اجرؤ ان انا ادخل الاوضه عشان ابص عليه، ما قدرتش يعني اتحمل ده لا انسانيا ولا نفسيا، وما رحتش غير اخر يوم في يوم وفاته يعني عرفت الخبر واحنا موجودين هناك. ولما ظهر محمد في مستشفى الهلال، انا شفته اول مره اول يوم، وكنت كل يوم بروح وما قدرتش اطلع تاني. 3 فبراير الساعه 2:30 بالليل اتبلغت انا وحسام مؤنس ورياض حداد ان محمد توفى. كنا حاسين ان الفرح او الحلم بتاع محمد قريب قوي، كنا بنقنع بعض كلنا ان 25 يناير 2013 هو نهاية الاخوان ان شاء الله. طلع نهاية واحد مننا احنا. واللي قتلني جباني ومسيره للقضبان، اللي قتلني جباني ومسيره للقضبان، وانا اللي مت الان عايش في كل زمان، عايش في كل زمان. يما 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 اللي كان ملاحظ ان احنا كان بينزل لنا ناس من المستشفى يأكدوا لنا ان محمد جالهم يوم 27 بالليل الساعة 2:30 في حادثة، وانتوا مين اللي قال لكم انها ان هو متعذب في الداخلية، وان انتوا الكلام ده انتوا بتقولوه ازاي؟ يطلع وزير العدل بعد كده يقول محمد مات في حادثة عربية، ووزير الداخلية هو اللي قال يقول كده. ايه الناس دي؟ شكل كان واضح ان كان في اعتداء من كذا ناحية وبطرق مختلفة ومن جهات متعددة على جسمه. طبعا الموضوع كان فيه يعني تفاصيل كتير مش مفهومة تجعل الشك يعني في انه ما جرى لمحمد مدبرا اكبر بكثير من احتمالات انه تعرض له اي حاجة تانية. فحصنا جسده لقينا فيه اثار كتيرة لا تصلح إلى أنها تكون تعذيب، وده كان رأي الاستشاري بتاع العناية المركزة في مستشفى الهلال يوميها اللي كان نبطشي مع النايب اللي كان هناك. قال لي احنا شفنا كتير من الحوادث اللي زي دي أيام 25 يناير وهي نفس الشكل، وطبعا كان باين سحاجات في اتجاهات مختلفة، ردود كسور مش كما قيل حادثة عربية، مبقاش الشكل كده. ورد الجناين مش بس فتح يا مصر، لا كمان بيوزع ورد في شوارعك يا مصر. حق محمد هو العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. حق محمد هيرجع، مش بس ان انا القصاص من اللي قتلوه، بس انا شايف ان حق محمد هيرجع لما اخلي البلد دي زي ما هو كان بيحلم. حق محمد لسه ما رجعليش، ولا حقي على الدولة اخذته، لكن حق محمد ما جاش، والدليل ان اللي مسؤول عن قتله لسه وزير داخليه لحد دلوقتي.
لا محمد ولا غير محمد حقه رجع. ما وحقهم مش هيرجع، مش بس بمحاسبة المسؤولين عنهم، حقهم هيرجع بأنه حلمهم نفسه يتحقق إن شاء الله. أما حق محمد فهو قانون، أن يعترف القاتل بما أجرم. حق محمد هيرجع، وحق اللي زي محمد كتير هيرجع، إذا كانت دولة الظلم ساعة فهتفضل دولة الحق إلى يوم الساعة. دم محمد في رقبة محمد مرسي. أني أرى عيش حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. دي حسيت إن إحنا كلنا هنموت ومش هيبقى لنا تمن. هيقولوا مات الجندي؟ قول لهم لا، ده عيش، ما الجنة لا فيها موت ولا بتندخل ببلاش. محمد نبيل الجندي، محمد في السماء، نبيل الصفات، جندي ضحى لأجل مصر. سم الفراق في البدن ما عادش له ترياق، وبيبعدوك يا وطن، وافضل وجع مشتاق. سم الفراق في البدن ما عادش له ترياق، وبيبعدوك يا وطن، وافضل وجع مشتاق. مسروقة منا الحياة، حتى صراخ مسروقة منا الحياة، حتى صراخ ونموت على سكتك، ولا ننكتب عشاق، ولا ننكتب عشاق، ولا ننكتب عشاق.